السلام عليكم والرحمة. اليوم المتابعين تعدوني 4 تحديات، اليوم بسويهم 4. بعليو مشكور، شوفوا تعليقه. أول واحد واللي هو حط الكرة على الكرة أجيبها بدون ما أدق الأرض، والتحدي الثاني من نص الملعب 100 شوتة، كم واحدة يجي فيهم العارضة؟ ما بهذا الجول من شوت على هذا الجول. والتحدي الثالث هذا على عبد الله تحداني يعني، بس ما كتب كومنت فما اقدر احط لكم يعني، بس قال لي هذا التحدي بخلاصه يعني. وانت يا آلس هل تقدر تجيب 100؟ 1 2 3 100 بعدي ما سويت. واخر تحدي هل اقدر اتكتك اوصل 300 ولا لا؟ يعني شفت التحدي اللي صورته اخر مره؟ اخر تحدي كان فيديو كامل وصلت 200 لا لا شو يصير شوفوه. يلا نبدا في اول تحدي. اول شيء من عند الجول، بعدين كل شوي نبتعد، كل شوي خطوتين 3 4 5. المهم اول واحده نقدر والثانية نص الملعب صغير، هذه شوي يبالها دقت ولا لا؟ الفار دقت ولا لا؟ الفار لازم نشوفك. دخلت ما قريب نوصل للجول الثاني، ما بقى شيء. نايس مصاب الجول الثاني. صح من وين بعد عليه؟ نوصل الملعب الثاني. بس بعليه واحد ها، هذا حدي هني وصلت ولا ضيعت هني. اكيد بحط هذه عشان تشوف نيها اللي ضيعت. واضح؟ اوكي. التحدي الثاني من نص الملعب كروس بار 100 شوتة، كم واحدة اجيب منهم؟ اكو خط نص الملعب. هاي الأولى. بقعة. لازم أركز. شوفوا هالخطة. خطوة واحدة ما يبال. قلت لكم. لا الصعب ازيد ان لازم اشير وارد كل مره، مو بحسب واحد متابعين يشير. لا في يردها لي. لا بس اجيب الكره الثانيه. يلا هذه الكره الثانيه من 10 جبنا 2. خطوه واحده اجيبها كل مره. لا حسب عمري. ايوه 19 4. ترى رايح رد اصعب من تحدي نفسه. الجو بروات بعدين بندوا عليها بندت، هذيك ما اعرف هاي بندت. فيلا من 25 جبناها 4. تحدي اللي عقبه تعبت. رايح رد هاي اللي صامده. اقدم واحده يلا كلهم يصورون، لازم اجيب 300. يلا هني الظله شوي خرب علي، بتحرك. لازم ما عاد بشيل الكاميرا على راسي شوي اريح. ميتين ست نفسها اخر مرة، ايش السالفة؟ الشمس هني بعد خرب عليه. حاول شوي هني. اخر واحده بس بدون ما احسب. تعبت من هالتحدي والكاميرا بندت بعد هذه، لازم التحدي اخلي له فيديو خاص روحه. نسيت اخر تحدي اللي هو ابو نيالس، لازم اجيبه. هذا عاد لو ما جبته بيبه، ما بطلع من الملعب لما يجي.
بحط لكم بي او بي بس حرت. هم لا تسمون اربع تحديات فيديو واحد، سب فيديو تحديين بالكثير، ما عندك كاميرا مان شيء يضبط لك البطاريات. يلا مو مشكله. على عبد الله تحداني. اميه 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 18 سوي له حذفه شوي نقعد فوق. نسيت احط ايدي ورا. وايد صعبة ما عندي وقت، الكاميرات متبند فما عندي الا 50 شباب، 25 الحين وصل. يلا تخلونا الى 50 شكرا. سبعة واربعين دقة تبيني. ما توقعت تجيب تكون صعبة. ليش اشوف هناك يمكن بندين ترى. مين انت؟ لا يدي شدت من ورا. بعد 49 لا اللي جاي توقع ما بقدر باكر امشي كل هذا بدل ما اتذاكر له. بندت هاي بعد. يلا بس عندي انت يعني قاعد وياي كلهم بندوا. هاي اقدم كاميرا تبتري اسمك شكرا حسين بوال. هو اللي عطى الكاميرا عشان تجي. ثلاث مرات 49 ما يصير. مشكلة رجلي اليسار ما عندي كنترول كي. لازم اجيب لي ماي بعد. ركزت عدل سويتها. 54 قلت لازم اجيب وياي ماي. ساعة 12 دقيقة خلاص اربع تحديات ما عندي طاقة خلاص. توبة تحدي اربع تحديات وكلهم صعبين في فيديو واحد. لا الله يعين في الادت. كله بدل ما ذاكر عندي امتحانات. يعطيكم العافية على حبيب وعلي عبد الله. علي حبيب كتب لي الكومنت هذا وعلي عبد الله اللي ما كتب لي الكومنت بس تحداني. اخر شيء كنت بقوله بعطيكم يومياتي ترى في الانستغرام، تابعوني في الانستغرام بعطيكم يومياتي. شكرا على المشاهدة، مع السلامة. ما طاحت.